جولتنا في الصحافة العربية النهاردة هنتوقف فيها عند نقطة مهمة جدا، هي عدد القصص الصحفية كما وكيفا في الشرق الأوسط والحياة اللندنية، للحديث عن خادم الحرمين الشريفين الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز. بالطبع بنلاحظ في المحتوى ان في حالة دعائية بشكل كبير اكتر منها مجرد حكايات إنسانية وكلام عن الملك الجديد. ممكن يتفهم ده في السياق وفي إطار أن الصحف السعودية بتطرح شخص الملك للجمهور السعودي والعربي على حد سواء. خلونا نشوف أداء الصحف مهما كان محترف ممكن إزاي يتحول بين يوم وليلة لفقرة دعائية مفتوحة، أو هكذا ممكن يعتبره البعض. هنشوف مع حضرتك. نبدأ من الشرق الأوسط وبعنوان الملك سلمان أحد أركان القرار السعودي في عهد خمس ملوك. نشرت التقديمة دي أو نشرت لعدد ضخم من القصص اللي كان حملها عدد اليوم في الجريدة. ألقى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس الدولة السعودية الحديثة إحدى خطبه السياسية في 1938، وساقط بالصورة وظهر في الصورة دي على يسار المؤسس عبد العزيز طفل بيجلس بالقرب منه على كرسي ليشارك المؤسس تصدر المشهد آنذاك. الطفل كان الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن الوقت ده ولحد هذا اليوم وهو يتصدر المجلس السياسي في السعودية. عنوان تاني بيقول سلمان بن عبد العزيز ميزان العدل. نشرت الشرق الأوسط اللندنية في هذا الجانب تكثر الروايات والقصص المعلنة وغير المعلنة لموقف حزم وهنا ورد مظلمة هناك. كمان أطلق عليه جابر العثرات خاصة من القبائل المنتشرة في الجزيرة العربية، وده عرف عنه حسب كتير ممن التقط بيهم الشرق الأوسط أنه على تواصل دائم مع جميع القبائل وتحديدا قبائل نجد بحكم عمله، وكتير ما أسهم في حل القضايا العالقة بين القبائل وقرب وجهات النظر بين المتخاصمين، وده جعل خادم الحرمين الشريفين محور الارتكاز في كل شيء، ومن ده رفع المظالم عن أي مواطن باختلاف مكانته ومكانه لتنتشر بين العامة. وبمرور السنوات ذهب الأمير سلمان، يعني اذهب الأمير سلمان سيقف بجانبك لمن وقع في مشكلة أو مظلمة. العبارة دي انتشرت كتير بين عموم المواطنين وخرجت عن الحدود الجغرافية لمدينة الرياض ليصل مداها إلى كل بيت، وأصبح اللي عنده مشكلة عايزة حل بيتوجه مباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما ذهب إليه العميد متقاعد خالد العكور من قيادة الحرس الوطني بأنه قال أن والده وقبل 20 سنة كان بيمتلك إحدى البنايات في شارع العليا بالرياض، وكانت وزارة الاتصالات وقتها بترغب في الحصول على هذا المنزل لتوسيع إدارتها الواقعة بجوار البناية، فرفض والده ده إلا أن الوزارة أصرت على أنها تاخد البيت، وبعد محاولات فشلت في أنها تبعد الجهة المعنية راح والده مباشرة لإمارة منطقة الرياض للقاء الأمير سلمان بن عبد العزيز في الوقت ده، عرض عليه المشكلة إلا أنه تدخل فورا وأنهى المشكلة وطالب وزارة الاتصالات بإيجاد موقع آخر. تحت عنوان كمان سلمان بن عبد العزيز رؤية ثاقبة وحنكة إدارية وعميد العائلة قبل الحكم، نشرت برضو الشرق الأوسط تقرير مطول جدا قالت إنها رصدت فيه أبرز صفات الملك السابع للدولة السعودية والنجل الخمسة وعشرين للملك المؤسس. قالت في هذا التقرير الحزم عميد العائلة ومرجعية الحكم، الرؤية الثاقبة، الاطلاع الواسع، الحنكة والدراية، التواضع والترفع، قوات الذاكرة، الذكاء المتقد، الانضباط والتنظيم، رجل فكر، الاعتدال والوسطية، قوة الإيمان، نبذ العنصرية والفئوية، الالتزام بالقرآن الكريم، التنوع الثقافي، انفتاح على المجتمع والوفاء. كل ده كان في تقرير في الشرق الأوسط. بعنوان كمان الراحل عبد الله
يتفقد الملاحين في رحلته، والملك سلمان يستغل ساعات الطيران بالقراءة. نشرت الحياة شهادات من مرافقين للملك عبد الله والملك سلمان شافوا سلوكهم وقت السفر. عن الملك سلمان بن عبد العزيز باين مساعد مدير العمليات الجوية الملكية إبراهيم القويرش، واللي اشتغل معاه 31 سنة أو اشتغل 31 سنة بصحبة الملك الراحل الملك عبد الله والملك سلمان، إن الملك سلمان كان قارئ متمكن وبيحضر الكتب قبل وصوله للطائرة، بيقضي ساعات طويلة غالبا في القراءة ومطالعات الكتب، وكان بيردد دايما انه درس وتخرج من مدرسة الحياة، واكد ان الاطلاع والتزود من موارد الكتب. اكد كمان دقة مواعيد الملك سلمان، وانه عمره ما تأخر على موعد رحلة، وانه اذا تأخر بيقدم العذر للطاقم، وعلل ده بيعلل سبب تأخره دايما بكل تواضع، وكان بسيط وسهل وبعيد عن التكلف مع الجميع. وقال كمان من المشاهد المؤثرة في رحلات الملك سلمان وهو على متن الطائرة في الجو حرصه الشديد على الصلاة، وأنه كان بيحرص على وجود الطاقم ممن لا يستوجب وجوده في موقعه، وجميع من معه في الرحلة بيحرص على أنهم بيأدوا صلاة الجماعة. ده كمان اللي ذكره الكاتب جهاد الخازن في مقاله اللي اتنشر في جريدة الحياة من كام يوم. قال ان الملك سلمان يعني لو ما كانش ملك كان تحول الى صحفي لحبه الشديد في القراءة واطلاعه الدائم على الكتب. خلينا نروح للخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز. استاذ ياسر مساء الخير. مساء النور يا فندم. وحضرتك بتتابع الصحافة في اليومين اللي فاتوا، بتشوف ازاي التغطية والتحول اللي موجود في الصحافة لتغطية نبأ وفاة الملك عبد الله وتولي الملك سلمان لمقاليد الحكم في المملكة؟ لا، هو في الواقع انه اللي بيحدد اطار التغطية الصحفية لحدث من الاحداث المهمة والكبيرة هو ملكية وسائل الاعلام والتغطيات الموضوعية. يعني احنا بصدد شكلين رئيسيين، الشكل الاول هو يمكن تسميته بانه التغطية ذات الطابع المهني، والشكل الثاني هو التغطية ذات الطابع الدعائي. ففي الواقع انه فيما يتعلق بتغطية غياب الملك عبد الله وتولية الملك سلمان، الطابع الدعائي يمكن زادت درجته الى حد ما. السبب هو انه الكثير من وسائل الاعلام النافذه في المجال العربي عموما هي وسائل اعلام عائده الى ملكيه سعوديه، بعضها ايضا تملكه الاسره المالكه السعوديه مباشره. السبب الثاني هو انه معظم وسائل الاعلام المؤثره في البان عرب او في المنطقه العربيه هي وسائل اعلام تابعه لمراكز خليجيه او لاسر حاكمه في دول الخليج، وهذه الاسر يبدو انها التزمت بخط معين من التغطية نتيجة للعلاقات القائمة بين هذه الدول. فإذا التغطية هيمن عليها نزعة دعائية من جانب، ومن جانب آخر لا يمكن أبدا إنكار أن الراحل الملك عبد الله كان يتمتع بمناقب وصفات في الواقع نادرة، وهو أدى أداء يعني سياسي ممكن وصفه ببساطة بأنه إيجابي جدا للمملكة العربية السعودية وللمنطقة. طيب أسأل حضرتك على النزعة الدعائية اللي حضرتك أشرت إليها، النزعة الدعائية دي ممكن يكون ليها تأثير في الفترة اللي جاية على الموقف؟ طبعا هو الـ 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 القدرة الإعلامية لأي دولة هي بتتحدد بامتلاكها لعدد من وسائل الإعلام ذات النفاذ والمتمركزة تمركزا جيدا، اللي بتتحول إلى أشكال من أشكال الاعتماد الجماهيري. يعني الجمهور بيعتمد الآن على مجموعة من القنوات في معرفة ما يجري في العالم العربي. لما نشوف المجموعة القنوات دي هنلاقيها ببساطة هي مثلا سكاي نيوز العربية، مجموعة ام بي سي، الجزيرة طبعا، وأيضا البي بي سي العربية، وبعض الأقنية الأخرى مثل الروسية والأمريكية الحرة أو راشا توداي وهكذا. فمجمل ما يصل الى المشاهد العربي من افكار ومضامين
هو ما تقرره غرف التحرير في هذه الوسائل، ومن يمتلك الوسيلة يستطيع أن يؤثر التغطية بالشكل الذي يخدم مصالحه، من يدفع بالزمار يسمع اللحن الذي يطربه، ومن يملأ السيارة بالوقود يحدد وجهة السيارة. بتحدده ليه؟ يعني هل هو نوع من أنواع تقديم فروض الولاء والطاعة، ولا يعني إيه السبب في هذه يعني عايزة برضو أستخدم لفظ حضرتك هو الوصف هو نوع دعائي. امتلاك وسائل الإعلام، امتلاك وسائل الإعلام يكون لغرض، بمعنى أنه امتلاك الوسيلة هو لهدف معين ليس للتعبير المجاني. فهناك من يمتلكون وسائل الإعلام لتحقيق أرباح مادية، وهناك من يمتلكونها لتحقيق نقاط ارتكاز في الواقع السياسي. والواقع انه يجب ان نشيد بصراحه ببعض دول الخليج التي استثمرت مبكرا في تطوير اقنيه اعلاميه ذات نفاذ وتاثير، وهي اليوم وفي هذه الملمات وفي هذه المفاصل تجني عوائد هذا الاستثمار. ربما نحن اخفقنا في تطوير تعبير ملائم، وحينما كان صوتنا يجب أن يصل إلى العالم لم نجد من يحمله سوى من تعطف علينا من الأصدقاء والأشقاء، وكان هناك طبعا من يعمل في الاتجاه المضاد. فمن الطبيعي أن يفعلوا هذا، هذا الأمر يحد من المهنية، وهذا الأمر ضد قيمة الموضوعية، وهي قيمة مرتجاة في العمل الإعلامي، لكن في النهاية هي تعبير عن مصالح الملكين، وهذا الامر يجري في كثير من دول العالم. نعم استاذ ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفي والخبير الاعلامي، انا بشكرك على وجودك معانا. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم جولتنا في الصحافه اليوم.